هذا وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني إن المساعدات المالية والإنسانية المقدمة إلى سوريا ستتواصل. وخلال ختام محادثات بروكسل حول مستقبل سوريا، أكدت موغيريني أن هناك حاجة لمساعدة السوريين داخل سوريا وخارجها، كذا دعم المجتمعات الحاضنة لهم. هناك حاجة لمساعدة السوريين داخل سوريا وخارجها عبر المساعدات الإنسانية والدعم المالي، وكذا دعم المجتمعات الحاضنة لهم في لبنان وتركيا والأردن والعراق ومصر. ومن الواضح أن مستوى المساعدات المالية التي نقدمها اليوم سيتواصل، فالمجتمع الدولي يجب أن يدعم سوريا في ذلك التوقيت. وأعلنت أن مستوى المساعدات الأوروبية سيستمر مثل العام الماضي وحتى العام المقبل. هناك عنصر سياسي آخر تم مراعاته خلال المؤتمر، وهو دور المجتمع المدني السوري، والذي جرى تعاون من جانبهم بشكل كبير، وشرحوا لنا عن أمالهم لمستقبل سوريا.